بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين لا سيما بقية الله في الأراضين أجل الله تعالى فرجه الشريف اللهم أخرجني من ظلمات ال و... وأكرمني بنور الفهم، اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحم. الحمد لله نحن موفقون لأن نواصل بحثنا حول بداية الحكمة للمرحوم العلامة الطباطبائي رضوان الله تعالى عليه. وصلنا الفصل التاسع. وهذا الفصل حول تقسيم اخر للعلم الحصولي فالعلم الحصولي وهو العلم ان طريق حضور سوره الاشياء لدى العالم يعني صورة المعلوم تكون حاضره عند العالم هذا العلم اما حقيقي او اعتباري والمقصود بالحقيقي العلم بالشيء عن طريق العلم بماهيته، الممكنات يعني ممكنات الوجود لها ماهية، واجب الوجود ليس له ماهية، ماهية الحق انيته يعني ماهيته النية، يعني ماهية نفس وجوده، ولكن الممكنات لها وجود ولها ماهيه لذلك نقول كل ممكن زوج تركيبي من وجود وماهيه ممتنع الوجود ايضا ليس له ليس له ماهيه فالماهيه للممكنات خب في بعض الاحيان العلم يتعلق بالماهيه في البحث عن الوجود الذهني تكلمنا بأن الماهية قد تأتي إلى الذهن ولا تترتب عليها الآثار وقد تكون موجودة بالخارج وتترتب عليه الآثار مثلا ماهية الماء في الذهن لا تترتب عليها آثار الماء من الرطوبة و اطفاء النار مثلا ودفع دفع العتش ولكن ماهية الماء في الخارج تترتب عليها الآثار خب إذا يكون العلم الحصولي عن طريق العلم بماهية الشيء يقولون هذا علم حقيقي والحقيقة هنا يعني ماهية أما في بعض الأنواع من العلوم الحصولية ليس العلم عن طريق الماهية، مثلا العلم بواجب الوجود، لا يمكن أن نقول ماهية واجب الوجود جاءت إلى ذهننا ولا تترتب عليها الآثار، لا أصلا واجب الوجود ليس له ماهية أو مثلا المفاهيم التي ليس بمفاهيم ماهوبية مثل مثلا معقولات الثانيه لان عندنا معقولات الاولى قبل المفاهيم الماهويه وعندنا المعقولات الثانيه الفلسفيه والمنطقيه معقولات الثانيه تختلف عن المعقولات الاولى مفاهيم من الماهويه من المعقولات الاولى وهذه تنقسم إلى جوهر مقولات أرضية هذه كلها مفاهيم ماهوية جوهر والأراض من أقسام المفاهيم الماهوية ولكن المقولات الثانية الفلسفية والمنطقية ليس بجوهر ليس بأرض ليس لها جنس وفصل حد الذي مركب من الجنس والفصل لا يوجد هناك لأنه لا يوجد هناك هذه المقولات كلها بسيطة فحبذا لو نقرا من النص الحقيقي هو المفهوم الذي يوجد تارة بوجود خارجي فيترتب عليه اثاره وتارة بوجود ذهني لا يترتب عليه اثاره وهذا هو الماهيه. الماهيه لها هذه الميزه. طبعا اذا تتذكرون قلنا حينما نقول الماهيه تاتي الى الذهن يعني الماهيه بحملها الاولي. الماهيه بالخارج الماهيه بالحمل الشائع. بس انا لا اريد ان ادخل في ذاك البحث ولكن الذين درسوا بشكل جيد يتذكرون هذا كان كيفية حل الإشكالين الأساسيين بالنسبة للوجود الذهني اندراج تحت مقولتين واندراج تحت مقولة الجوهر والعرق خب فهذا هو الماهية والاعتباري ما كان بخلاف ذلك يعني ليس مرة تأتي في الذهن مرة تكون في الخارج في الخارج مع الاثار في الذهن من دون الاثار لا مثلا اما من المفاهيم التي حيثيه مِسْتَاقِهَا حيثيه انه في الخارج مثلا الوجود خب الوجود يجب ان يكون في الخارج صفات صفاته الحقيقيه يعني الوجود وكصفاته الحقيقيه يعني صفات الحقيقيه للوجود مثلا الوحده الفعليه وغيرها فلا يدخل في الذهن ليس للوجود ماهيه قد تكون في الخارج وقد تكون في الذهن لا الوجود في الخارج نعم عندنا مفهوم الوجود بس مفهوم الوجود ليس من الوجود <applause> مفهوم الوجود ليس من الوجود بخلاف الامور التي لها ماهيه نقول نفس الماهيه الماء في الخارج والماء في الذهن يجب ان يكون شيء واحد ولولا ذلك انسد باب العلم كالوجود والصفات الحقيقيه كالوحده والفعليه وغيرهما فلا يدخل الذهن والا يعني لو كان يدخل لانقلب يعني يصبح هناك شيء من الانقلاب في لا اقول انقلاب في الماهيه لانها ليس لها ماهيه بس انقلاب في الذات انقلاب في حقيقته لان الوجود يعني خارجيه يعني عينيه كيف يمكن ان يدخل وجود في الذهن؟ نعم، مفهوم الوجود في الذهن، ليس الوجود بنفسه وَإِمَّا مِنَ الْمَفَاهِيمِ الَّتِي حَيْثِيَةُ مِسْتَاقِهَا حَيْثِيَةُ أَنَّهُ فِي الذِّهْنِ، يعني هذا الطرف الآخر الما هي في الوسط قد توجد في الذهن، قد توجد في الخارج هناك أشياء فقط في الخارج كالوجود والصفات الحقيقية. هذه معقولات ثانية فلسفي بعض الاشياء فقط في الذهن المقولات الثانيه المنطقيه كمفهوم الكلي هل عندكم الكلي في الخارج يعني هل هناك شيء خارجي عيني لا يمتنع صدقه على كثيرين لا كل شيء خارجي متشخص ومفهوم الجنس مفهوم النوع عظيم كلها موجوده فقط في الذهن فلا يوجد في الخارج وإلا يعني لو كانت تأتي للخارج أصبح شيء آخر انقلبه أصبح شيء آخر هذه المفاهيم كيف نحصل عليها هذه المفاهيم إنما يعملها الذهن وفي بعض النصوص يقولون يتعمل بالعين ليس بالحمزة يعني بالعمل الذهني بالجهد الذهني بنوع من التعمل يعني يجب أن يشتغل الذهن ربما مرتين ربما ثلاث مرات لذلك يكون معقول الثاني والثاني يعني ليس بأولى يمكن أن يكون ثالثة يأخذ صورة بعد ذلك يتامل ويعمل شيء اخر، بعد ذلك ربما شيء اخر. مثلا نحن نرى في الخارج زيد امر بكر. ناخذ منها سوره الانسان. هذا معقول اولي سوره الانسان. ولكن بعد ذلك نفكر حول انسان والفرس والبقر ونقول مثلا هذه ما هي هذا معقول بعد نقول مثلا هذه ممكن نترقى، ماهية ما أقول أولى ولكن ممكن، أو حتى إنوان الماهية إذا ليس من جزء الفرس، إنوان الماهية ليس ماهية كمس وصديق، يعني لا أقول إنسان وفرس، ولكن كمفهوم. كمفهوم الكلي والجنس والنوع فلا يوجد في الخارج وإلا لانقلبه وهذه المفاهيم أنما يعملها الذهن بنوع من التعمل تعمل بالعين يعني بنوع من العمل نشاط ويوقعها على مصادقها العملية تسمى عملية الانتظار يختلف عن عمل... تختلف عن عملية تجريد للحصول على مفهوم الإنسان تجريد يكفي يعني نجرد زيد باك أمر عن الزوائد ونحصل على الإنسان هذا آه تجريد ولكن للمعقولات الثانية نحن انتزاع لكن لا كبقوع الماهية وحملها على أفرادها هي ستؤخذ في حد الماهية تؤخذ في حد أفرادها فالعلاقة بين الانسان والزيد عنبك علاقة الماهية مع أفرادها وإنسانية يعني حد زيد عنبك حيوان ناطق للإنسان. يمكن تقول حيوان يمكن تقول إنسان يعني يمكن أن تقول تذكر جنس أو نوع لكن المعقولة الثانية ليس هكذا الوجود لا يدخل في حد المصادق الواحد لا يدخل في حد لأنه ليس بجنس المفاصل ومما تقدم يظهر أولا أن ما كان من المفاهيم محمولا على الواجب و الممکن معن کل وجود و الحیات فهو اعتباریون اذا انتم تواجهون اي مفهوم له هذه میزه یمکن حمله على الواجب و الممکن مثل مفهوم الوجود الواجب موجود زیدون موجود اور حي، الواجب و حي، الإنسان حي. بما أن الواجب ليس له ماهية، فهذا المفهوم الذي يحمل على الواجب والممكن معا أنت تتيقن هذا ليس بمفهوم ماهوي، فليس بحقيقي اعتباري بهذا المعنى، يعني غير ماهية، غير حقيقي. لأنه لا يمكن حمل شيء ماهوي. علال واجب انما کان من المفاهيم محمولا علال و الممکن معن کل وجود و الحیات فهو اعتباريون. و الا لکان الواجب زاماهیه و ها در بایم که تعالا انزالکو از الخلف یعنی لوکان ال... من المفاهيم الماهوية أشبه الواجب ذا ماهية فليس بهكذا كذا فالفرض خطأ والشبيه هذا الأمر الثاني إذا شيء مشترك بين الواجب والممكن فليس بالحقيقي ليس بما هو. إذا شيء يكون محمولا على أزيد من مقولة واحدة هذا اذا يدل على انه ليس من المفاهيم المهويه لان المفاهيم المهويه اما يتعلق بالجوهر يعني يندرج تحت الجوهر او يندرج تحت الكم او كيف او متى او أين او واز، او جدا ان يفعل ان ينفعل احد هذه الامور العشره ولكن لا يوجد مفهوم ماهوي يكون محمولا على مقودتين لأن هذه المقولات متباينة بتمام الذات أجناس العالية في السطح يعني في الفوق ليس بينها أي شيء مشترك لو كان شيء مشترك فكان ذاك هو الجنس الأعلى الكم والكيف ليس بينهما أي شيء من المشتركات الذاتية ف لو كان هناك شيء محمولا الا ازيد من مقوله الموارد كالحركه الحركه كما قلنا سابقا يمكن ان يكون في الكام في الكيف في المتى وحتى ملا يقول في الجوهر فالحركه ليس من الماهيات لذلك قلنا الحركه نحو وجود خاص فهو اعتباريون والا کان مجنسا به جنسین ف ازید و هو یعنی لو کان الحرکه من الماهیات او من مفاهیم الماهیات فیجبن یجب ان قول الحرکه قد یکون جنسهو کم و قد یکون جنسهو کیف قد یکون جنسهو این قد یکون جنسهو جوهر خب کیف یمکنان یکون نیده شی اجناس بدیله وثالثاً أن المفاهيم الاعتبارية التي ليس من سرخ الماهية نعم؟ لا حد لها لماذا؟ لأن الحد يحتاج إلى الجنس والفصل وهذا فقط يسلق في شأن الماهيات فليس لها حد ولا تؤخذ في حد ماهيه من الماهيات يعني ليس إذا جزءا من ال... لا حد له اولا ولا يدخل في ضمن حد اي شيء لان الذي يدخل في حد الاشياء يجب ان يكون ماهي من الماهيات يجب ان يكون جنس او فاسك والجنس والفاسك يجب ان يكون من المعقولات العشر وللاعتباري معان اخرى هذا مهم جدا في أي حقل من العلوم وحتى في أي باب من أبواب علم واحد يجب أن نلتفت إلى المعنى للمصطلح لأنه هناك ربما معاني مختلفة في العلوم المختلفة أو حتى في نفس العلم ربما لشيء واحد في الفلسفة معاني مختلفة في الأبواب المختلفة فيجب أن نلتفت إلى الفرق كثير من الأخطاء يقع حينما نحن لا نلتفت إلى المعنى الذي أريد في هذا السياق للاعتبار معان أخر خارج عن بحثنا مثلا في البحث حول أصالة الوجود هناك الاصاله كان في مقابل الاعتباريه هل الوجود اصيل والماهيه اعتباريه ماهية الماهيه اصيله والوجود اعتباري ذاك كان معنى وقلنا ما معنى بالاصاله والاعتبار هناك الاعتباري مقابل الاصيل كالماهيه مقابل الوجود حسب الملا صدرا ماهيه اعتباريه والوجود اصيل ومنها الاعتبار بمعنى ما ليس له وجود منحاز ليس له موجود خاص به مستقل مقابل ما له وجود منحاز مثلا في الاضافات والنسب نعرف أن الاضافه والنسب يحتاج الى طرفين لا يمكن ان يكون مستقلا يعني ليست بجوهر ولكن الجوهر يمكن ان يستقل في الجوهر. بمعنى انه لا يحتاج الى شيء اخر نعم يحتاج الى الا هذا شيء اخر كلامنا ليس هل هو هل انه يحتاج الى الا كلام انه حينما يوجد بايجاد العله يمكن ان يوجد وحده او يحتاج الى شيء يتعلق به النسبه لا يمكن ان تتحقق من دون الطرفين او اطراف و اکثر مقابل الجوهر الموجود بنفسه بنفسه هنا لا يعني به سبب نفسه لانه بنفسه فقط صحيح الواجب الوجود به بسبب به سبب نفسه واجب الوجوده بالذات. واجب وجود به واجب الوجود به هنا بنفسه يعني هو لا يحتاج إلى الموضوع، لأجل ذلك في نهاية الكمال بدل بنفسه يقول في نفسه، في نفسه أوضح، الجوهر موجود بنفسه يعني لا يحتاج إلى موضوع، اللون ليس موجود بنفسه، اللون يحتاج إلى شيء، إلى جوهر، إلى موضوع. ولكن الجوهر لا يحتاج الى شيء بهذا المعنى، معنى الجوهر اذا يحتاج الى الخالق الموجد. ومنها ما يوقع ويحمل على الموضوعات بنوع من التشبيه والمناسبة، هذا اذا معنى اعتبار اعتباري. والسبب هو ان هناك غاية. لبعض الأغراض المقاصد العملية يمكن أن نفعل هكذا مثلا الرأس اسم لجزء من الجسد جسد الإنسان وغير الإنسان نقول رأس الإنسان رأس الحيوان فهذا معنى الواقعي والحقيقي بعد ذلك نوسع فمثلا إذا يكون شخص قائد لمجموعة أو رئيس إدارة نقول هو الرأس المجموع رأس الدائرة هذا المعنى للرأس معنى اعتباري المعنى الحقيقي رأس يعني جزء الجسد كإطلاق الرأس على زيد لكون نسبته إلى القوم كنسبة الرأس إلى البدن على لا يمكن أن نقول لكل جزء وكل شخص من القوم أنه رأس يجب أن يكون شيء من الرئاسة شيء من التأثير هكذا حيث يدبر أمرهم ويصلح شأنهم ويشير إلى يعني قيادة القايد قيادي يشير إلى كل بما يخصه من واجب العمل يقول أنت تعمل هذا هذا كذا خب هذا الفصل التاسع الفصل العاشر في أحكام متفرقة على الأقل ندرس قسما من الفصل العاشر وإن شاء الله بعد ذلك عندنا بحث مهم كل مجرد فهو عاقل شاء الله نتكلم أو لو في الجلسة القادمة خب العلم الهسولي قلنا هو العلم عن طريق حضور سورة المعلوم لدى العالم هناك وردة سورة الوردة تأتي إلى ذهني علمي بالوردة عن طريق حكاية هذه السورة للوردة الخارجية يعني أصبح هذا كمرآة تحاكي الشيء الخارجي الحكماء يقولون المعلوم بالذات ليس الشيء الخارجي المعلوم بالذات هو صورة الورده الصوره موجوده عندي اول شيء انا اعرف والتفت إليه الصوره بعد الشيء الخارجي يصبح المعلوم بالعرض والاعتبار يعني عن طريق هذه الصوره وحكايتها انا عندي فكره عن الشيء الخارجي ولذلك قد يمكن أن يحدث خطأ في هذه المطابقة إذا ليست الصورة الذهنية مطابقة للشيء الخارجي هذا خطأ ولكن لا يمكن خطأ بالنسبة للصورة لأن الصورة موجودة عندي معلوم عن العلم بالطريق العلمي الخضوري نفس الصورة ولكن جانب الحكاية يمكن أن يكون قابلا للخطأ فيقول ان المعلوم بالعلم الحصولي ينقسم الى معلوم بالذات ومعلوم بالعرض والمعلوم بالذات هو الصورة الحاصلة بنفسها يعني من دون حاجة لشيء لا نتكلم حول الموجديه لا يعني نحو التحقق از صورت بنفسها به نفس ها این عالم صورت موجود العالم ولیکن کم مرآت حضرت صورت تعاکش آخر المعلوم بالعرض هو الامر الخارجی الورد الخارجی زید الخارجی یحکیه یعنی یحکی ذاک الامر خارجی از صورت العلمیه سوره الوردة تحكي تحاكي الورد الخارجيه خب هذا الشيء المعلوم بالعرض يكون اسمه معلوم بالعرض طبعا يعني هذا الشيء الذي علم بالعرض يسمونه معلوما بالعرض او بالعرض والمجاز المعلوم اولا وبالذات هو الصوره يسمى معلوما بالعرض والمجاز لاتحاد ما له مع المعلوم بالذات لانه بين المرآة وما تحاكي المرآة هناك السنخية شيء من الاتحاد بين صورة الوردة والوردة شيء من الاتحاد ف لذلك نقول الشيء الخارجي معلوم بالعرض والمجاز ومنها والشيء الآخر الذي يظهر شيء ذكرنا سابقا أيضا أنه تقدم أن كل معقول فهو مجرد لان ال... كل معقول يعني كل علم العلم يجب ان يكون مجرد كل عاقل مجرد كل معقول مجرد كلاهما صحيح ان شاء الله في الفصل القادم يتكلم حول كل عاقل وكل مجرد فهو عاقل كما ان كل عاقل فهو مجرد كما أن كل عاقل فهو مجرد فليعلم أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة مثلا تتذكرون قلنا العقل قد يكون فارغا مثل لوحة الفارغة بالقوة بعد ذلك شيئا فشيئا العقل يصبح بالفعل صح. الآن هذه الصورة للشيء الخارجي سورة الوردة يعني المعلوم بالذات حينما يحصل يحصل للذهني فيكون فعلية للذهن أن هذه المفاهيم الظاهرة للقوة العاقلة التي تكتسب بحصولها لها الفعلية يعني القوة العاقلة بسبب حصول هذه المفاهيم لا تخرج من الفعل قوه تحصل على فعليه كانت جاهلا كان فارغا ذهنه الان اصبح عاقلاً حيث كانت مجرده هذه المفاهيم الظاهره للقوه العاقله التي تكسب بحصولها لها الفعليه حيث كانت مجردة فهو أقوى وجودا من النفس العاقلة هذا صورة أو فعلية للنفس الفعلية عقد أكمل أعلى بالنسبة إلى صاحب الفعلية لأن هذا تترتب عليه يعني كأنه يركب يركب على عن الموضوع فاي اقوى وجودا من النفس العاقله التي تستكمل بها نفس بدون هذا كان ناقصه تكتستكمل بها و آثارها مترتبه على النفس عليها النفس فهي في الحقيقة موجودات مجرده تظهر و به وجودات حل خارجیه لنفس العالمه حاضح سوور الان لا نتكلمه هول جانب الحکایی حاضه سوور مثل المرآت مرآت نفسه من الزجاج هذه سوور انفسها معلومات لنا و مجرد ولعد ذلك نقول علم العالم بالصورة علم حضوري علم العالم بالصورة علم حضوري علم العالم بالسورة علم علم الصورة يعني الشيء الذي الصورة تحاكي علم حصولي فهي في الحقيقة موجودات مجردة يعني هذا الصور موجودات مجردة تظهر بوجوداتها الخارجية للنفس العالم وجود الخارجي جانب يعني مناسب للصورة لا نقصد مثلا وجود كورده هذا وجود الخارجي وجود الذهني بس وجود الخارجي للمفهوم انه صوره مثلاً كيف النفسانيون مثلاً لو قلنا العلم كيف النفسانيون فتتحد النَّفْسُ بِهَا إِنْ كَانَتْ صُوَرَ جَوَاهِرٍ وَبِمُوزُوعَاتَهَا الْمُتَّصِفَةِ بِهَا إِنْ كَانَتْ أَعْرَاضًا قد تكون صورة الجوهر مثلاً صورة الزيد قد تكون أعراض مثل صورة اللون لكن لاتصالنا من طريق ادوات الادراك بالمواد نتوهم انها نفس الصور القائمه بالمواد يعني مثلا نشاهد شيئا في الخارج نتصور كان هذه الصوره الموجوده في الخارج جاءت الى الذهن ولكن ليس هكذا نحن نفترض اننا نزعنا تلك الصور من المواد والآثار لا تترتب لأن الآثار تترتب على الصورة إنما كانت في الخارج فصارت وجودات ذهنية للأشياء لا يترتب عليها آثارها لأنه ليس نفس الصورة نفس الصورة في الخارج ويحتاج الى الوجود هذه مرآة نشاهد فيها تلك الصورة أنت تتصور هذا نفس الصورة ولكن في اللغة ليس نفس الصورة عنوان له مشير إليه فقد تبين بهذا البيان أن العلوم الحصولية في الحقيقة علوم حضورية طبعا من جانب آخر علم الحصولي حينما نقارن هذا بالشيء الخارجي ولكن علم الحضوري إذا نركز على نفس هذه الصورة نقول هذه الصورة موجودة لدي هذا علم حضوري وبان ايضا يعني ظهر ايضا ان العقول المجرده عن الماده لا علم حصوليا عند أقول المجرده التامه لا نقصد عقل الانسان قلنا احد انواع الجوهر العقل والعقل هناك يعني شيء يكون مجرد ذاتا وفعلا تجرد تام خب اذا يكون شيء من العقول المجرده لا يوجد له العلم الحصولي لأن العلم الحصولي عن طريق المفهوم ويحتاج إلى شيء فيه قوة، لا علم حصوليا عندها لانقطاعها، لانقطاع العقول المجردة عن المادة، العقل جوهر مجرد لا يحتاج إلى مادة ذاتاً، وفعلاً. النفس ذاتاً لا يحتاج إلى المادة ولكن فعلاً في مقام الفعل النفس يحتاج إلى المادة. لذلك العقل أعلى من النفس. عقل هذا أقول مرة أخرى لا نقصد بالعقل هنا عقل الإنسان نقصد بالعقل المجرد التامة عند ذا كان هذه عشره الاقول العشره ان شاء الله في الجلسه القادمه نتكلم حول القاعده الفلسفيه التي تقول كل مجرد فهو عاقل لا يمكن يكون شيء مجرد من دون القوه للتعقل من دون ادراك اشياء الحمد لله رب العالمين إذا هناك سؤال ملاحظة أنا بخدمة السلام عليكم سماحة الشيخ عليكم السلام ورحمة الله بالحقيقة مسرورين أن